فير بلاي. فير بلاي. اذا ان شاء الله الفقره المره الجايه باش نتكلموا على زميلنا منجي النصري وتنكر له من قبل الفرق الكبرى خلاف الفرق الصغرى كما شايف العمران اللي زاروه يعني مؤخرا. نمشيو مباشره الان الى انجلترا وين موجود محمد وباش يكلمنا على كل الاخبار الرياضه العالميه. ليك الخط محمد تفضل. اهلا بك سي توفيق، مرحبا بكل الضيوف، مرحبا بكل الضيوف وبكل يعني الفريق خاصه احمد وذاكر. سي توفيق، الحدث الأبرز في هذا الأسبوع هو بدون شك يعني تمديد بيب غوارديولا لعقده مع فريق مانشستر سيتي الذي كان سينتهي هذه الصائفة سنة 2025. هذا هو حدث كبير سي توفيق، لأنه كما تعرف وكما قلنا سابقا نحن ننتظر جان في 2025 لنعرف العقوبة التي ستسلط على فريق مانشستر سيتي نظرا ل 115 يعني نقطة تم خرقها من هذا الفريق في عديد يعني المشاكل المالية التي ارتبطت خاصة بالفير بلاي فينانسي. تمديد عقد بيب غوارديولا وكأنه عربون ثقة من بيب غوارديولا لفريق مانشستر سيتي، الذي البعض قال بأن بيب غوارديولا سيخرج أو سيهرب بلغة أخرى بعد نزول ممكن فريق مانشستر سيتي الموسم المقبل القسم الثاني في انتظار هذه العقوبات. بيب غوارديولا قال بأنه مدد عقده لموسمين، موسم يعني موسم مع موسم آخر قابل للتجديد، نحكي على سنة 2027، يعني سيمضي أكثر من 10 سنوات، أكثر من عقد كامل مع فريق مانشستر سيتي. نذكر بيب غوارديولا كان مدرب مانشستر سيتي منذ سنة 2016. بيب غوارديولا قال بأنه في صورة نزول الفريق سينزل مع الفريق وسيعود به إلى البريمير ليج. فريق مانشستر سيتي الذي بعد ساعتين من الآن سيكون في مقابلة حاسمة ضد فريق توتنهام، فريق سبيرس في ملعب الاتحاد، مقابلة حاسمة فريق مانشستر سيتي قبل أسبوع من القمة، قمة الأسبوع المقبل سنتحدث عليها الأسبوع المقبل، ريدز ضد سكاي بلوز أو فريق ليفربول ضد فريق مانشستر سيتي. قمة الدوري الإنجليزي ستكون الأحد المقبل في أنفيلد رود، لكن هذا الأسبوع القمة ستكون بعد ساعتين، مانشستر سيتي ضد فريق توتنهام. الانتصار ولا غير الانتصار لفريق مانشستر سيتي لملاحقة فريق ليفربول، نحكي على 5 نقاط فارق ضد فريق ليفربول، نورمالمون باش يكون في مهمة سهلة ضد متذيل الترتيب ساوثهامبتون. هذا في إنجلترا. في إسبانيا الليغا الإسبانية، لامين يامال وإصابة ممكن خليت فريق برشلونة ينهزم في قبل التوقف الدولي، سيكون غائب اليوم على الساعة 9 بتوقيت تونس مقابلة مهمة جدا برشلونة ضد فريق سيلتا فيغو، خاطر نعرف كان عثرة أخرى لفريق برشلونة فريق ريال مدريد سيكون بالمرصاد اللي غدر شكون عنده مقابلة ممكن كاستعادة ثقة لمبابي وفينيسيوس. لكن حاليا ابرز دوري بدون شك وابرز ما قاعد يصير هو الكالشيو الايطالي، نحكيه على ستة فرق تتقاسم يعني ما بينتهم نقطتين ما بين المرتبة الاولى نابولي والمرتبة السادسة اليوفي. حاليا الانتر منتصر ضد فيرونا في فيرونا ب5 أهداف مقابل 0، غدوة ستكون قمة في ملعب مارادونا دييغو ارماندو مارادونا مقابلة نابولي ضد فريق روم. شكرا لك محمد على كل هذه الإيضاحات. نحن باش نخليو لونتين الى زميلتنا هاجر الماجري لتقديم موجز الانباء كل الاخبار الوطنيه والعالميه. نلتقي بكم مجددا يوم السبت القادم في نفس التوقيت وعلى نفس القناه. الى اللقاء.